الرضا عمره ما هينتقد كابتن حسام حسن لو الامور مشيت مش طبيعيه يعني. كنت يعني هو لو مثلا اختار اختيار، انا اقول لك اهو بقى بما يرضي الله، لو اختار مثلا واحد زي ما كنا بنتكلم دلوقتي مجامله ما بيلعبش مثلا وقام جاي مختاره، هسيبه في حاله؟ اقسم بالله لا اطلع له شعره، اقسم بجلاله الله. اصل دي مصر يا ابني، دي مصر مش بتاعت حسام حسن ولا رضا عبد العال ولا محمد فاروق ولا حسام حسن ولا الكلام ده، لا اقسم بالله هطلع واقول هنتقده عيني عينك. خد تعالى يا عم انت واخد ده ليه؟ طب احنا ما كناش بنعرف نتكلم مع الاجنبي عشان مش فاهمنا، واخد بالك؟ واحنا نتكلم من هنا للسنه الجايه ولا حد بيسمعنا ولا حد. انا عارف انه دايما كابتن حسام حسن وانتوا بتلعبوا حتى كان بيتقبل انتقادك في الملعب. ايوه ما بص ما خلي بالك اللعيبه بيبقى بتكمل بعض طبعا، واخد بالك؟ وانت عايزه ينجح، ما هو نجاحه من نجاحي من نجاح مصر كلها. صح. هو احنا دلوقتي انا بقالي 4 سنين بحارب عليه ليه؟ لان انا شايف ان هو افضل من كل المدربين اللي هم يجوا يقلبونا في الفلوس ويمشوا. ما هو الراجل قاعد في التكييف بقاله سنه ونص، اول ما مشي قال لك مش هسيب جنيه مش دولار. راجل اجنبي، هم الاجانب كده. غلطه مين بقى؟ غلطه مين؟ ومفروض مين اللي يحاسب على الفاتوره دي؟ اقسم بالله اتحاد الكوره واللي تعاقدوا معاه. هنشوف بقى الايام اللي جايه ايه، هنشوف ايه. ده ايام سواد، ده لو خد الفلوس كلها الناس دي تيجي تتحاكم ويا تدفع يا تتحبس، لان هم اللي عاملين معاه الموضوع كده. ده لازم، لا 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 لازم، بس دي عقود، ده اهدار مال عام. عقود ايه؟ وشروط جزائيه. عقود ايه؟ واحد جاي له 100,000 دولار من النادي الاهلي، عندك شؤون قانونيه كله يتحول كله، هات بقى وغرب. انت عارف انت بتتكلم، اسمع بس، ده في حاجه مهمه. اول قلم لاي حد فيهم اقول لك مش انا، ده فلان الفلاني. اسمع الكلام خلاص بقى، عشان بعد كده لما حد يجي يبقى انت بيتعمل يا راجل. ده اسمه ايه؟ دي صبر. دي صبر بياخد 20,000 دولار. يعني الفتافيت اللي هي في العقد بتاعه 220,000 يورو. ال 20,000 وما نعرفش اللي اخد بطوله الامم النهارده ده بياخد كام؟ تلاقيه 700 جنيه بالافوار. تراهن 700 جنيه بالافوار؟ لا 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 بالافوار يا كابتن. لا طب علف لك، ممكن ياخد له مثلا 10,000 يا عم. اسمع الكلام، دولت بيزودوه. لا لا دولت بيبقوا جايين تكليف. هو 700 وجبات؟ طيب ولا من غير وجبات؟ لا لا بيدوا له وجبه وبيحطوا له بنزين. وانت اصلا اتحاد الكوره لو انت من ساعه ما تولى المهمه جاب كم مدرب؟ ده كل سنه لهم وكلهم فاشلين، كل ويمشي. سنه لهم مدرب، يعني اذا يبقى انت اختياراتك غلط، يبقى انت لازم تتحاسب عليها. مش اختياراته لا، هم بقالهم سنتين وشويه. لا هم جابوا كابتن ايهاب جلال. لا قبل ايهاب جلال، قبل كان كروش. لا 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 كان كابتن. مش هم اللي جابوا كروش، هو كروش كان موجود وهم جم مشوه. مين اللي كان جايبه؟ كان احمد مجاهد. ماشي، وجابوا ايهاب. وكان ساعتها في كابتن فخامة الرئيس قال لك مش عايزين مدربين اجانب. صحيح. خليها مصري كده كده حصل. انا نفسي اعرف بقى الكلام اتغير ليه، وجابوا كيروش ليه؟ عشان في مصلحه. جابوا اللي اسمه فيتوريا ليه؟ عشان في مصلحه. هم مش عايزين مدربين مصريين ليه؟ لان هم مش عايزين كوادر مصريه، لان الشعب هنا يوم ما يحصل حاجة. أنا بكلمك دلوقتي قبل ما أنا أتكلم وأطلع وأنت تتكلم وتطلع وتعمل برنامج بتاعك، هتكون مصر كلها موجهة لحسام حسن كل الأسئلة والانتقادات اللي احنا هنتكلم فيها. طيب.